مساء الخير واهلا وسهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده معانا هيتكلم عن ايه النهاردة. فيديو متداول لسعودية تحرض على مخالفة امر ملكي والسلطات تتدخل. تعالوا نعرف ايه تفاصيل الخبر ده بالظبط وايه اللي حصل. اكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية انه تم القبض على فتاة ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الامر الملكي بمنع التجول في البلاد مساء. وقال المصدر يوم الثلاث أن هذا الإجراء جاء بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتوى قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور حرضت فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجويل. وأضاف أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقا للمواد 24 و27 من ذات النظام بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به اللي هي الفتاة يعني. تم القبض عليها واستكمال الموجب النظامي بحقها. وأشار المصدر لأن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوي على سلوكيات مجرمة وما في انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجوال والتعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وإن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 51 إصابة حتى الآن وارتفاع العدد المصابين كإجمالي يعني 562 إصابة. وأكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس المنتشر حاليا وأن عدد حالات المتعافي وصل ل 19 حالة. كما شددت الوزارة على أن فردا واحدا لا يلتزم بالحجر قد يتسبب بالعشرات في الإصابة من الفيروس المنتشر حاليا، مشيرة إلى أن السلطات في المملكة لمست مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات.